يا اهل السما لوم الهوى جارح. شو رايك بالتسامح؟ في احلى من التسامح؟ التسامح حلو كتير، تتصفى النفوس والعالم تسامح بعضها وينسى كل هالامور التافهه اللي شفناها قدام عيننا. التسامح ما في احلى من التسامح، نحن ديننا دين تسامح. اي ما فينك تسامح؟ والله العفو عند المقدره. ما في احلى من التسامح، يكون واحد قلبه رحيم لانه الله رحيم. تسامح حلو والله. ما في اجمل من التسامح، تسامح حلو. حلو، ما بنقدر نعيش من دونه. ايه ما فينك ما تسامح؟ ما تسامح؟ الواحد بياخد أرض وبيغتصب عرض، ممكن ما سامح. لما حدا يخطر فيك، حدا يخطر بأرضك ببلدك كشخصك، وقت بكون مظلوم ما بسامح أبدا. فيني سامح وقت ما بكون مجروحة كتير. الجرح كمان ما نو سهل، الإنسان المجروح والله يعني صعب، صعب كتير يسامح، بس مع هذا وكله لازم نسامح. يعني قلبه كبير وكويس يسامح حتى لو حدا أذاه. شو أهم التسامح في ظل الأزمة المتعيشة سوريا حالي؟ والله هلا نحن بهالأزمة هاي لازم نكون كلياتنا إيد وحدة، إيد متكاتفة على المحبة، على السراء وعلى الضراء، نكون إيد يعني ما بتتفكك خالص، مع الأخ، مع الجار، مع الصديق، مع الفقير، مع المريض، مع العاجز. هي الأزمة كلياتنا نحن ما نعيشها يعني، والمفروض نحن يعني نكون قلب واحد وإيد وحدة لحتى يصير السلام والأمان لسوريا. يعني ما في غير المحبة بتجمعنا أبدا. برأيي لازم نتسامح مشان نضل وطن واحد. لو ما رح نسامح بعض ما رح نقدر نعيش.